هلا بنحط نيو سيركل ناو. هلا بنشتغل انه بار بيكون التحكم فيه باي بايلوت اوبريتد. شو يعني بايلوت اوبريتد؟ يعني انا مش ميكانيكلي مش بوتون ولا باي الكتريكال سيجنال، باي الكتريك مش الاير سيجنال، يعني سيجنال هواء. اذا نحن بنشتغل نيوكليك واذا بنشتغل هادي بكون باي اويل سيجنال. اوكي، فنفس السيركت تحتاج لك شويه تبعين للاكتيف سيلندر. الفار بار بيته السبلاي كومبريسر بعين حاله لانه بشتغل نيوماتيك. وصل السيركت 30 لازم اعمل كلوز سيركت بحط الاكزوست. بوصلها البورت فور الكاب اند والرد الدرايفز. اوكي، هلا بدي احدد قديش شفت البار تبعي مش ميكانيكالي ولا الكتريكال باي باي اوبريتد. فبقى هون بالنيوماتيك او الكتريكال السيمبل تبع النيوماتيك هو هذا السيمبل. هلا بتشوفوه على البار. هذا السيمبل شو معناها؟ بس نجيب لك انه سيركل محطوط فيها البار عنده هذا السيمبل، معناها هذا البار بده نيوماتيك سيجنال مشان يتحرك، ما بده يشبطه ولا بده الكتريكال سيجنال. إذا جبنا لك يا السيمبل تبعه لايك ذس، بعد معناه انه الضرب بده الكتريك سيجنال. اوكي، نحن موضوعنا نحكي عن النيوماتيك سيجنال، فانا بحولها للنيوماتيك. اوكي؟ طيب، النيوماتيك يعني بده سيجنال هواء، صح؟ سيجنال هواء وين بده يجي؟ فالف بده يعطيني سيجنال هواء، صح؟ فأنا بدي أرجع أحط الفالف اللي بده يعطيني سيجنال هواء اللي بدفع لي البايلوت أوبريتر، فأنا بدي أروح على الفالف. دائما الورد لازم يكون برشرايزد اير اذا انا بشتغل نيوماتيك. 3 و5 الاعداد الفرديه دائما معناها اكزوست. هاي شوي مسلمات ثانيه. اوكي، بدي يعطيني هواء على البورت هذا مشان يفعل لي الورد بهذا الدايركشن اكستند، او يعطيني اير سيجنال مشان يفعل الهواء في الريتراكت بوزيشن. بس يقدر بيهمني الفالف هلا، هذا كيف بدي اتحكم فيه؟ هذا بيهمنيش لانه هذا الفالف فهذا مش بطل، بس لازم يكون سبرينج ريتن. مهندس مش لازم نغير الانيشال بوزيشن لواحد منهم؟ لا، ليش؟ هلا خلينا نشوف شو بصير. اوكي؟ هلا شو الفرق هاي عن السيركت اللي قبل؟ الفالف تبعنا انت بتحكي لي هي المانيوال اوبريتر، لا هذا الفالف هو انا يعني الفالف بيعطي سيجنال هواء، ميبي هذا الفالف كيف اشتغل؟ باي بايلوت. بس البايلوت من وين بدها تيجي؟ من فالف بوش بوتم وات ايفر، بس هو الاصل انه هذا بايلوت اوبريتر، مش لانه حطيت بوش بوتم يعني بطل ما صار مانيوالي. لا، وهذا المين فالف تبعي هو بايلوت اوبريتر، بس البايلوت اوبريتر من وين بدها تيجي؟ من اذر فالف ميكي بيكون ميكانيكال اوبريتر. اوكي؟ طيب، هلا نشوف زميلكم انطرد عشان خلينا نشوف. الانيشال بوزيشن للتنان هو هاد، شو يعني هاد؟ باور سبلاي مسكر عليه. في مشكلة؟ لا. وانيشال هذا البوزيشن هذا البوزيشن، فعشان هيك عامل سلندر ريتراكت. طيب، افعل الفالف الاول كبست مش بدون عملت اكستند، لاحظ لانه في سبرينج ريتيرن برجع الفالف. هذا ما كان يرجع ليه؟ لانه ما في سبرينج ريتيرن، صح؟ عملت اكستند لانه شو قال لي؟ شايفين بدي اعلمكم. قال لي الهواء بيطلع من 1 على 2 عمل انرجايزد باي بايلوت اوبريتد بايلوت سيجنال، خلى الفالف الهواء بيطلع منه من 1 ل 4 عملت سلندر اكستند. بكبس الثاني ريتراكت. طيب؟ طيب بدي اعدل هاي السيركت، بدي اعدل هاي السيركت بحيث انه خليها اوتوماتيك. مش انا اكبس مش بطلع. اوكي، بدي السنسور تبع السنسور بهي الحاله دائما لازم تيجي من وين؟ من الرولر اكشويتر ديستانس رولر. بحط الديستانس رولر انا. اوكي، عم يرن هون، بحط الديستانس رولر نفس الشيء، بعرف السنسور البوزيشن تبعه اس 1 البيجنينج من 0 ل 1 والاس 2 9 تو 10 توتال سرعه اساس 10 سم. اوكي، طيب هلا بطل مش بطلع. شو اللي بدي فعله؟ الاس 1 صح؟ طب ركبت عليه ميكانيكا، نشيل هاي اول شيء لازم نشيلها، بروح على شيء اسمه ميكانيك. ميكانيكلي هذا السمبل، هذا السمبل شو معناها؟ انه رولر
البوزيشن تبع السلندر وحده. طب الكلاب ميكانيكلي ميكانيكلي رولر. طبعا شو يعني رولر؟ طبعا هاي بتشوفوها باللا رولر يعني زي عشر بحيث السلندر الرد تبع السلندر بس يطلع بصوت العشر. اوكي؟ فهي مبدا رولر انه زي العشر بس السلندر ليش عشر؟ مشان السلندر ترفع وتتحرك مش تكون هيك واقفه ما تقدرش السلندر تتحرك، هي بتدفع وتطلع بتشوفها اكشن في اللعبه حقيقه. اوكي؟ طيب هلا كيف بدي اعرف انه هاد هو اس 1؟ ليه؟ دبل كليك على الرولر تبعي بسميه اس 1، دبل كليك على الرولر الثاني بسميه اس 2. اوكي؟ بعمل رن سبين عالية لأنه ما في سردين ما في فلوك من الفور. شو اللي صار؟ الرد خبط باس 1 دفع رولا، دفع رولا يعني ايش صار؟ حتى ليش طلعت هاي هيك؟ ليش الانيشال بوزيشن طلع هون؟ هذا ايش البوزيشن انا لعبت فيه صح؟ طلع الانيشال بوزيشن انا لو ضغطت دبل كليك الانيشال بوزيشن وين محطوط؟ طب ليش على الرسم يبين لك؟ ليش عم بالرسم مبين هذا الانيشال بوزيشن؟ ليش؟ سبرينج؟ لا ما في سبرينج. ما هو سبرينج المفروض يرجع على البوزيشن الثاني. لانه في سبرينج لازم هذا دائما في البوزيشن. المفروض انه طول الوقت وهو بعد ال 10 يضل في شغال. انا بحكي حاليا هلا. هلا نحن متفقين عاملين مش عاملين رن السر. الانيشال بوزيشن نحن مش عاملين رن المفروض يكون وين؟ ليش هذا مغير ليش البوزيشن تبعه؟ لانه اسمه مضبوط. سلندر عامل اكسب ولا اكستراكت؟ طلع ليش هذا السمبل طلع؟ بده اقول لك انه سلندر لاحظ خط اس 1 عشان هيك تحول البوزيشن تبعه هذا ومش ايش البوزيشن بس لانك انت السلندر عامل اكستراكت خط اس 1 فهو عم بيقول لك انه اس 1 مضبوط. اوكي؟ فهذا ايش البوزيشن تبعه هو هذا بس لانه انا وقفت الرسم سلندر عامل اكستراكت خط اس 1 فصفى هذا البوزيشن. اوكي؟ فاهمين؟ وهذا اس 2 هلا الرد عامل التراك خبط باس 1 اس 1 غير بوزيشن لانه عمل انرجايزد لهذا الفار غير بوزيشن هذا بوزيشن بقول لك 1 ل 2 بيطلع من 1 ل 2 عمل انرجايزد لهذا البوزيشن خليها تعمل اكستنت الرد بلش يطلع يطلع وصل لاس 2 خبط اس 2 فعل هذا البوزيشن طلع لك من الهواء من 1 ل 2 بيعمل التراك صعبه؟ في اي سؤال؟ هاي طبعا